النهارده الجمهور كان بيتمنى يكون رامي موجود، لكن اي حد بيكون متواجد مع التوليفه المميزه دي بيكون على قلب الراجل. وانا ببارك لك النهارده يا كابتن رامي. طبعا الحمد لله على المكسب النهارده، يعني بشكر جمهور الاهلي العظيم اللي جه النهارده. انا واحد من الناس اتمنى تبدا بقى الجمهور يدخل الاستاد، لان احنا تعبنا احنا كلاعيبه، ما مش حاسين بمتعه كره قدم خالص. يعني انا ما حاسسش انا بلعب كوره. يعني انت لو الجمهور كان معاك في ماتشات كتيره وفي كاس مصر وفي حاجات كتيره، انت كانت يعني البطولات كلها كانت خلصت. انت الجمهور بتاعك بيفرق معاك قوي في الملعب، فبشكر اللعيبه كلها كانت رجاله بصراحه النهارده، وحتى اللي كانوا بره كانوا مهتمين بالماتش اكتر من اللي جوه. لو كان يعني الناس كانت معانا بره كانت شايفه الانفعال والروح اللي كانت موجوده بره بالظبط. فكلنا لا كلنا كنا عايزين البطوله دي، لان احنا عايزين نبدا موسم جديد بتفاؤل وبامل. فالحمد لله قدرنا. اللعيبه كانت رجاله قوي النهارده، يعني داخلين الماتش من البدايه عايزين يجيبوا جون، عايزين في حماس في المباراه، وده طبعا نابع من الجمهور. فاحنا الحمد لله يعني دي حاجه كويسه لينا وبدايه جديده. وزي ما قال كابتن عاشور ان احنا خلاص بقى نقفل الصفحه بتاعت السوبر دي، متعودين احنا النادي الاهلي علمنا يعني دي صفحه جديده، يعني خلاص اتبسطنا والجمهور اتبسط بيها. زي ما انت شايف برده الجمهور طالبك بافريقيا في الاحتفال، حتى قال لك افريقيا. فاحنا مطلوب مننا بطولات ثانيه ان شاء الله السنه دي، بدايتها هي اول بطوله باذن الله، ربنا يكرم بس ان شاء الله في اللي جاي. ولا بالنسبه للاصابه، لا انا سليم 100%. كان في تمرين ليا الصبح للناس المستبعده، دي وجهه نظر المدير الفني. ممكن يكون هو خايف عليا ان انا ما اتمرنتش غير 3 تمارين بس قبل مباراه الزمالك، فانا شايف ان هو مريحني عشان ما يبقاش في ضغط عليا. وبصراحه زي ما انت قلت اللعيبه كلها رجاله. انت بتلعب النهارده ماتش حوالي مثلا شوط كامل من غير 2 مساكين اساسيين عندك، فلا ده دليل ان اللعيبه رجاله كلها. ما فيش حد بيقول لك ده مش البوزيشن بتاعي، ده انا المفروض العبش هنا. لا، اي حد يلعب هيأدي. فده دي روح النادي الاهلي. بس انا يعني بأكد 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 المباريات من غير جمهور شيء مقرف بصراحة. أنا اتخنقت، اللعيبة كلها اتخنقت. ممكن كابتن حسام عاشور يعني ما فيش ماتش زمان كان من غير جمهور، هو أدرى من الإحساس ده مني. يعني يمكن أنا برضو حضرت الجمهور في الآخر، بس كابتن حسام لا، الموضوع صعب يا جماعة والله بجد. بيديك طاقة زي ما شفنا النهاردة، بيديك تفهم بيديك طاقة. فده أنا يعني أنا بقول للمسؤولين طبعا لازم الجمهور يرجع والدنيا تبقى الناس شافت النهارده مفيش مشاكل مفيش اي حاجه خالص. فالناس المسؤوله يعني تحاول ترجع الجمهور ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله ناخد من كلامك باذن الله الجمهور يكون متواجد. يعني النهارده يمكن العدد 4-5 آلاف متواجدين، لكن احنا بنعمل ان يكون في اكتر من كده، لان النادي الاهلي بالتحديد انت لما بتلعب كاس مصر من غير جمهور انت عارف بيبقى كميه همدان في الماتش. انا مش عايز، انا عايز انقل الصوره بس للناس اللي بتتفرج علينا. يعني انت بتلاقي الاداء مختلف، حتى لعيبه الاهلي اداء مختلف، لان انت نادي جمهور رقم واحد عندك، فانت بتلعب بدون يعني ما فيش طاقه عندك، ما فيش احساس. يعني خدنا بطولات كتيره من غير جمهور، وما بحطش الشماعه ان احنا خسرنا حاجه عشان خاطر البطوله، بس لا الجمهور بيفرق معانا جدا. يعني انت شايف اللعيبه كلها بتلعب بحماس، واللي عنده شد بيلعب على الشد بتاعه، عايز يلعب عايز يكسب عشان الناس اللي جايه ترجع مبسوطه. فانا اتمنى ان لازم الجمهور يرجع. الدوري من غير جمهور هيبقى ممل جدا. اللي جاي اصعب، اللي جاي اصعب، مفيش حاجه سهله، مفيش حاجه قادر. ده كوريا جايب لك الكاس اهو، استنى ده كوريا جايب لك الكاس يا كابتن. قول لي اللي جاي بالنسبه لنا ايه، واللي جاي مطلوب مننا ايه كلعيبه. وانا عارف ان مجلس الاداره بيشتغل بشكل كبير، بيوفر كل شيء، الجهاز الفني بيحاول ان هو يوفر كل شيء مطلوب من لعيبتنا. عندنا بطولات كتيره ان شاء الله يكون مناسبنا رامي الموسم. انا شايف بصراحه ان الناس موفر لنا كل حاجه، واحنا تعهدنا من السنه اللي فاتت. يعني طبيعي ان الواحد يقع، يعني انا بس تتعلم من اخطائك وتتعلم من اللي جاي. فانا شايف برضو ان يعني سنه عدت السنه اللي فاتت، قدرنا نشوف اخطائنا. وحتى شفت انت اللعيبه اللي موجوده دلوقتي على قدر المسؤوليه، وشايفه ان هي عندها القوه والقدره. فاتمنى ان شاء الله اللي جاي باذن الله يبقى احسن للنادي الاهلي.